طيب شهراوي مصطفى غرشي، وانا صاحبك من بدري جدا طبعا، من قبل الصلعه دي طبعا. نعم نعم. يعني واحنا اصحاب من بدري خالص. نعم جدا. نعم. وكنت بتحكي لي عن مصطفى غرشي في الحلاوين. نعم. وكنت بتذكرك تماما وانت جيت فريش من المنطقه دي. نعم. وتلاقينا في الفن والابداع. نعم. كنت بتحكي لي عن المدرسه برضو. أنا مصير على الطفولة دي جدا. نعم. يعني كنت بتحكي لي عن المدرسة عندكم في مصطفى غرشي. نعم. وكان في مشوار كارب جدا بين البيت والمدرسة. صح. بعيدة شوية. أيوه. المدرسة كانت وين؟ المدرسة اللي هي كانت الأولية، مدرسة في التميد، اللي هي حلة أبعد من مصطفى غرشي. يعني المسافة بتاعت يعني نحن عندنا هناك بنسميها اللي هي بالترع، يعني ترعة كاملة اللي هي بيساوي 9 فدان، يعني بالترعة؟ مسافة 9 فدان. يعني هي الأراضي الزراعية هناك، المشروع كله بين ترعة وترعة بيكون 9 فدان، اللي هي بتساوي 10 حواشات. 10 حواشات. 10 حواشات. لدي المسافة بين المدرسة 10 حواشات. نعم. كداري يعني الطيب ولا بحمارة؟ ايوه كداري الصباح بدري جدا، وبعدك بتكون عندك نبطشيه. بالله كيف؟ انت بتقوم المدرسه دي لازم تتنظف، لازم تقوم بالليل. بعدين شنو الحاجه اللي هناك؟ انه بنتنا الناظر بتاع المدرسه مهما تمشي بدري برضه هو بيكون موجود. بيكون جه بدري جدا. جه بدري خالص، وعلى اساس انه انت ما عملت اي شيء. انت قمت فطيت الشاي ومشيت هنا على اساس انه تصل هنا. الشاي ذاته ما شربته؟ ما بتشربه، لكن نحن عندنا حرفنا شويه بنشرب مع اولاد الداخليه. اولاد الداخليه انتوا مش الداخلية من هنا. أيوه. بنشرب معاهم الشاي. أيوه. ف يعني في المدرسه جد يعني فعلا بتلقى في ناس مبرزين في الفن ومبرزين في هناك. انت بتتمنى انك تكون في حضورهم وحاجاتهم واشياء زي دي. فبعدك بتكون انت يعني انا سيدي بتذكر كثير جدا انه الناس اللي كانوا معي في الفتره ديك ونحن في الحلاوين. يعني كنت بشكل مع الناس دي حاجه جميله. مثلتوا في المدرسه؟ مثلنا انا مثلت في المدرسه دي. وبعدك بقيت انه واحد في المدرسه قال لكم دي عوارس هاي كده بتاع البدايتين. نحن بيجوا كل الناس دي الكبار والصغار، الناس الحله ولا بيجوا كلهم يحضروا، باعتبار انه بعدين شنو الاستاذ ذاته بيصير بانه انا ده لو تمردت مرات في تحس بيحصل تمرد. يعني انا مرات بحس بانه مفترض ارفع الايقاع شويه انه ينادوني وتعال وعامل فيها مهم. يعني اهميه لو كنت اخذ لك بسطنتين 3 ساعات احسن لك. بعدك الاستاذ ذاته بيكون مصر بانه انا لازم اكون في الهناية. عندي واحد كان معي بيمثل تمثيل ممتاز شديد جدا، وكنت معاه وانا جزء منه، لكن هسه بعد ذاك يعني اخونا موسى عبد الله اللي يعني مشى بقى هسه ضابط اداري وحاجات زي دي من الناس اللي كان يعني بنتمتع بانه انا اكون معاه في تمثل سوا. نمثل سوا كويس. فبتذكر يعني كنت في حضوري في الجمعيه الادبيه كان كبير جدا، وكنت بعمل جريده حيطيه في النهاية. برضو الجريده الحيطيه كنت بعملها براك برضو عامل لك جريده براك. ايوه طيب. عندي خالي بيجيب طبيبك الخاص الكتاب بتاع طبيبك الخاص البيت. ايوه أي. هو شويه مقتدر شويه. نعم. وعنده هناك كده بيجيب له بناته واولاده بيجيب لهم الكتاب ده وحاجات زي دي. انا بقيت اشيل منه الحاجات مثلا السجاير. ايوه ماذا يفعل السجاير والهنا والصعود والهنا كده. بعدك بقيت المجله بتاعتي بصراحه اسمها تكتب في الجريده دي بصراحه، وانا بنقوله من الهنا هناك من طبيب خاص. طيب جابوا لك 4 من 4 قبل كده في حدث في المدرسه؟ حصل. جلدوك؟ حصل. لقيت حصل تكون جلدت كثير جدا جدا. شفت انا اقول لك حاجه، في الاوليه دي لما جيت خاشي انا طبعا ما استوعبوني في المدرسه، لانه انا جيت من كنت مع اخوي شعراوي وهو كان في الجيش، كان في الفاشر. ايوه. وجيت بعد ذاك الفتره فاتت بتاعت الناي، فكنت ما شفت الفاشر زمان يعني. نعم. سنه كم تقريبا؟ كم 60. كم 60. اي كم 60. بالله يا سلام. نعم.
65 انا مشيت الفاشر والجنينه و نيانه وكنت صغير مع شعراوي الكبير. نعم. فالمهم قاموا بقيت انا ما يعني ما نظامي في المدرسه. ما نظامي انت قاعد يعني زايد تعمم بيك العدد؟ تعمم بيك العدد، بقوم لما يجي المشرف التربوي انا بتلب الشباك. بالاتفاق مع منو يعني؟ بالاتفاق مع المدرسه انه وافقوا بانه انا الواد ده. انا اول تبادل لما مشيت المدرسه ما معي اي زول. ما معي ولا أمر. جيت براك لا جيت براي جيت براك جابتني انت قال شنو؟ جابتني انه اخوي بده قرش كويس؟ قالوا التسجيل ركبت معه في الحمار. الحمار ركبت مع الحمار ركبنا الحمار معه. بعدين انا كله تفكيري كله انه حاخذ قرش مع الناس ديل ومفترض بعد ذا المرحلة بدي قرش منو؟ المدرسة؟ القرش لا البيت حق الفطور البيت حق الفطور. اوكي وبعدين ده يعني مغيم الزول لما نمشي بالقرش ده ويدوا له. انت بعدك بتشتري بطريقتك. فالمهم انا مشيت ومصر بانه انا لازم اقرا مع النازل. ايوه الناظر كان يعني بيتعامل معي بانه الود ده قدر ما طردناه ابي يمشي. بيجي بالشباك بالشباك قاعد بيقول الاساتذه بيتعاملوا معي بطريقه جميله جدا. أيوة. بقيت يعني معي من الشباك. ايوه معي من الشباك. انت اولى دي كلها انا معي من الشباك. أيوة. ودخلوني بعدك لقوني يعني في حاجات فاتتك غير صدق؟ ها؟ في حاجات دي شنو مثلا؟ يعني ناني مير فاتتك ناني مير اي و45 بيكون فاتته 45 فاتته بالشباك. لا لا والله اقول لك حاجه كنت حريص جدا والله يا استاذ ما بغير فاتتك والله انا في حروف انت عارف لازم تكون ناقص حروف انت عارف من الكافي انت محضر يعني جد والله في اولى دي انا كنت الطريقه اللي خلت الاساتذه انه اقتنعوا بانه انا اخش اولى بجوا في الباب والله الاساتذه هم لقوني انه انا مرات بجاوب بالشباك. ما انا شيطان انا بناك وقاعد بالشباك ده بجاوب يعني نظام ذكي يعني أيوة. صراحه يعني لا يعني عشان نكون واضحين يعني ما لا بعدك يعني. بعد ما خشيت ذكاء ولا شباك لكن في الشباك كان حته بتاعت انه يا اخي محتاج يدخله جوا انا داير جوا وحاسب انه قصه انه انا برا ده قاعد كثير قعدت كثير فبقوم بجاوب لما اجاوب الاستاذ كان بيقول لك الاستاذ بيقبل اجابتك انت في الشارع هاي كان بالشباك طالع في الشباك ايوه يعني لكن اللذيذه بتاعت انه اللبيده اللبيده بتاعت انه المشرف جاي وبدونا نمشي حتى انت بتلب هاي بنتلب نمرق ونمشي في جنينه كده في المدرسه بنكون لابدين فيها انتوا كثيرين يعني يعني المدرسه والله كان زي انا كانوا تقريبا معي زايدين ثلاثه ولا اربعه انت معاك في ثلاثه برا ولا برا ايوه برا اللي اسمه الزايدين زايدين هاي والله ابونا يعني وطبعا ما في شك دي كلها بتضيف للفنان. نعم. في الذاكره الانفعاليه بتاعته. نعم نعم. كل الاحداث دي بتكون مخزنه بتضيف لنضج الشخصيه. نعم. والفن ذاته ما متراكم بتاع تجربه ومتراكم بتاع تاريخ والطفوله بتلعب دور كبير جدا. نعم. ما زلت انا بقول انه الفنان ده يعني ساهم فيه اللعبه زمان. بالضبط. نعم. دكتور فيصل اقرب طريق في الدراما عموما الكوميديا وتأثيرها الكبير في المجتمع واستخدامات الكوميديا ذاتها في المتغير الاجتماعي يعني ما انا ما عايز اخش عليك في سؤال زي بتاع لكن ده اقول لك انه هو اصلا الفنان مصلح اجتماعي نعم وعنده القدره على التغيير وعنده القدرة على طرح أسئلة وأجوبة كثيرة للمجتمع وملاحقة الظواهر السالبة أنت رأيك شنو في الكوميديا كمعون؟ أي نعم طبعاً يعني نحن السؤال ده قاعدين نطرحه على طلاب كثير جداً إنه إخواننا هل من مصلحة الزول إنه يكون ممثل مثلاً يختص بالأداء التراجيدي ولا الكوميدي ولا أحسن الزول يتخصص في حاجة واحدة؟ على أي حال الكوميديا ذات على وجه الخصوص من تاريخ القديم من اجدادك الجريك الزمان عندها ممثلين وعندها ناس يعني من بدري اتفصلت رغم انه التراجيديا بدات اول يعني التراجيديا بدات اول لكن ده ما معناه انه يعني هي تراجيديا اعلى من الكوميديا على اي حال الممثل الكوميدي يعني زول مختلف
وحاجه كده اداك لها الله سبحانه وتعالى. ما كل زول ممثل كوميدي. نعم. الا زول داري يتلصق فيها ساي او يتشعبط فيها ساي ادائك حيكون باهت. بعد مرات بصنع الغدر. اي نعم هاي. لكن كمان هي ارتبطت باشياء من يعني من البدايه كده الكوميديا. يعني في ناس كده عشان شاف مثلا شاف شكله غريب اثنين طوال. ايوه مثلا نخرته طويله. أيوة. مثلا عنده كراع مثلا عامله كيف. أيوة. ولا مثلا حته فيها قضم كبير. أيوة. فده يضحك بالناس او يعمل. أيوة. باذنينه كيف 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 يضحك الناس. أيوة. اي مدرسه زمان فيها شخصيه كده. أيوة. لكن يعني بعدك ظهروا الممثلين الكوميديين اللي ربى اداهم الموهبه الحقيقيه في انه ينتزع الضحكه منك. أيوة. وبعدك ظهر الطريق واضح جدا انه يعني عن طريق انتزاع الضحكه من الاخرين ممكن نرسل بها شنو رسائل قيمه وتصلح بها المجتمع اصلاح كامل. ويعني ليست مجرد مهزله وليست مجرد يعني زول. في ناس كثيرين جدا سبيت مثلا لو خطبوا لها جاي تقدم لها زول ممثل اجاهم يقول لا 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 زوغي 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 بكذب عليك بعدين بكذب عليك هي بكذب عليك انه هي منها بتاعت كذب كذب يعني مع انه انت اقول لك بس انت بتمثل يعني يعني كان قلت لها والله بصراحه يعني قد نعمل انا وانت سوا يعني نعمل انت سوا والله العظيم هسه خلاص صدق انا جاهز خلاص انا جاهز والله العظيم شفتي وبعدين اشتريت اوضه النوم بعدين وسريرين وتلفزيون لسه شويه لكن بس بالليل كده بشوف الحاجات دي كلها والله ما اعرف طيب اقول لك يا ابو عزوز يعني الكلام ده اللي مش انت هلا كنا عايزين نوصل لشنو انه ما بصدقوا كلام الممثلين. أيوة. يعني البيت ما يعني بتقول لك يعني هي تمثيل. هي بصدقوا لك انت بتمثل عليها مع انه طبعا اللحظه دي يا دكتور يعني المناهج ذاتها بتاعت التمثيل يعني فيها مناهج بتاعت معايشه وصدق نوي. نعم. يعني صدق. نعم. لحد ثاني حتى المناهج العلميه لستان سلافسكي في التمثيل ولا هي بتوري قدره على المعايشه والصدق في حتات كثيره جدا للريدين انه قال لك في خيط رفيع بين الوعي واللاوعي وكده انه الزول ممكن يصدق الشخصيه كثير جدا. انا بعض مرات يعني حتى الان انه المفهوم بتاع ان انت بتمثل وانت الممثل شكله زي ما بصدقوه كده او كده هو طبعا بيجسد شخصيات في الحياه قدامك تجربة انت حسيت بها صدق الممثل في مسرحية يعني التجربة اللي حسيت بها صدق الممثل في خلال المسرحيات اللي قدمتها على خشبة المسرح والناس بدوا يتقبلوك يعني يتقبلوك بشكل ورسالتك بدأت تصل. نعم. كده يعني طبعا عدد كبير من المسرحيات اللي اشتغلناها احنا في فرقة الأصدقاء يعني كثيره جدا جدا تحس بانك انت كنت خاش خشبه المسرح كذا الناس استقبلوك وبري انت كنت مدرس بتاع الدين في المدرسه المختلطه. ايوه انا استاذ الدين وفي انا كنت دور المحتسب في هذه المسرحيه الكلام في الممنوع دور يعني الناس ما بينسوا كله يعني. نعم. انا المحتسب في كلام في الممنوع كذا. نعم. يعني دور كذا يحتفلوا بك الناس لكن حتى الليله شوف المسرحيه اللي احنا لها كم سنه اشتغلناها اكثر من 20 سنه اكثر من 25 سنه ليه امس ده في رمضان ده قال لي استاذ الدين ازيك. ايوه ما هي الحياه دي ما بتتنسي استاذ الدين ازيك يكون في المفاهيم. اي نعم سحر المسرح بالنسبه لك شنو؟ والله المسرح مهنه انا ما إيه مبادئ المسرح شنو بالنسبة لك بيمثل الفن ذاته في حياتك كامرأة شنو؟ الفن أنا بالنسبة لي عموما خاصة المسرح هو دربي الوحيد اللي أنا بقدر أمشي به عشان أحقق به أي حاجة عندها علاقة بحياتي أنا وعندها علاقة بحياة الآخرين. بالنسبة لي هو يعني ما أدري أقول لك هو رهان أنا خشيته ولا كده لكن أنا حاسة بأنه زي بقى حاجة على عاتقي كده أنا مفروض أنا في هذا الدرب بتاع الفن أنا أوصل كمية من الحاجات مش للناس بس لنفسي أنا ذاتي لحد هسه أنا قاعد أتعلم من المسرح حاجات عجيبة يعني ليس أنا بحس نفسية دوبك أنا في البداية فبالنسبة لي هو زي في رسالة مفروض أنا أديها وبقت لزاما علي يعني برغم إن أنا حباه جدا وحاسبة إنه أنا بعملها بكل حب لكن كل مرة بتحس إنك أنت احتمال تكون قصرت في حاجة احتمال تكون ما أديتها بالشكل الصح احتمال تكون وصلت معلومة غلط احتمال تكون ذاتك فاهم الحياة بشكل ما صح لسه حاسبة إنه ده عالم كبير جدا
من قبل ما انا اقوم اوصل به رساله لاي زول محتاجه انا ذاتي ما اضيع جواه وما اتوه، لازم اتلمس دبي بشكل. وبالتاكيد انه الفنان عنده اهداف، عنده مبادئ بيؤمن بها يعني. بالتاكيد انه صح، هو اخطر حاجه على الفن المعيار المعوي يعني، بمعنى انه تمتهن انه تلتهم الحياه والمعاناه العاديه احلام الفنان. ايوه يعني بتبقى يعني دي نزاعات تانية يعني، دي ما يؤثر على الفن كثير جدا. هل هي خططت انها تبقى ممثله كوميديا؟ هل هي ممثله كوميديا سحر؟ هل خططت تبقى ممثله كوميديا؟ ما خططت للحاجه دي اطلاقا، و برغم ان انا يعني مثلت في يعني. انت بتفتكر نفسك ممثله كوميديا يعني؟ انا ما انا اي دونت نو، انا اقدر اغير نفسي. دونت نو بالانجليزي، اي دونت نو خلاص يا راكين لو وش يعني احنا. لكن انا شخصيا بفتكر انه في حاجات كوميدي يعني. انا لانه في شخصيتي الحقيقيه في الطبيعه يعني انا زولا مخستكه عند 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 الرجال، عند الرجال يعني في الحاجات الاولى يا جمال، انه زول يكون مثلا اثنين طوال زي ما قلنا، عيونه مجهزات كده كبار او بشم كبير، مو ضرب بضحك الناس. لكن البنات الحاجه دي ما عندهم يعني، ما شفت لي ممثلة. لا بالعكس، بالمناسبه النساء عندهم شخصيات في داخل الحله وداخل النسوان فكيهات جدا، ويروى عنهم يعني حتى في كل الاحياء. صح. المراه بالمناسبه في اجتماعاتهم مع بعض وكذا بيكون في كل المناسبات بيعتمدوا. لكن على كوميديا كثيره جدا على المشافهه، لكن ليس على المسخر يعني. عشان كذا يتخيل لي البنات ما يشتهروا بانه الواحد تكون مثلا شينه اثنين طوال عندها قنابير قايمات فوق عشان تلحق بهم الناس يعني. وطبعا دي حتى كمان احيانا مرحله تخلي انه ما بالضروره الشكل يعني. بالنسبه للبنات انا يعني. انا شخصيا في ناس روح فكيه. ايوه يعني انا ضد فكره الشكل. انا في ناس يعني عندهم سخريه فطريه في الله دالهم كذا يعني، لما يتكلم معك بتضحك. ايوه وبعدين هو ذاته لازع كده وعنده ملاحظة. بالمناسبة واحدة من الحياة اللي بتأسس الممثل الكوميدي قدرته على تجميع الملاحظة والحضور السريع وتجميع صور من الواقع بيقدر يستفيد منها في المواتي له في الحياة يعني. فبالتالي أنا بفتكر أنه يعني المرأة برضو بتجمع كما الرجل. نعم. تماما، لأنه عندها صحباتها عندها أصحابها. أي صح، شكل الحياة بيكون مغلق وكده. المرأة السودانية ساهمت في المسرح السوداني جدا، ودي فرصة نحيي مساهمات المرأة منذ الرواد اللي وقفوا على سلسلة ذهبية جدا من الأسماء مرت على المسرح القومي وشاشات التلفزيون، وساهموا جدا في أعمال الكوميدية وفي زمن كان لطيف، وخاصة أيام مسرح السبعينات وكذا. كانوا قدموا بجرأة شديدة جدا قضايا ملحة جدا وقوية جدا في مسرحيات كرفت، مسرحيات زي خطوبة السهير، وكانت قضايا يعني اجتماعية كبيرة جدا. ونحن بنحيي كل الممثلات السودانيات على وجه التحديد الرائدات في هذا المجال، لأنه دخلوا في الزمن الصعب يعني. المسرح ذاته جو في الزمن الصعب، فلذلك مساهمة المرأة مساهمة قديمة معروفة جدا، مساهمة المرأة حتى في تاريخ نشأة المسرح السوداني. نعم. يعني كانت في أسماء كبيرة، أسماء موجودة حتى في الأفلام يعني. أنا يعني زي الأفلام السودانية زي الفيلم اللي قدمه الرشيد مهدي، فعلا يعني هو كانت مساهمة المرأة موجودة بشكل قوي. الطيب دائرة اللي بليك في حاجة كده مختلفة جدا. أنا والطيب ده أصحاب شديد جدا. أيوة. في وقت كده، لكن مرة غريقنا سوا. الطيب ده بيعرف عموما، أنا قالوا عامل لي فيها بتاع ترع عليك الله. عامل لي فيها بتاع عشرة فدان. بعدين أنا قلت بعدين الطيب ده مديني حاجة كده، إنه إحنا كنا في البحر الأحمر، بعدين في حوض سباحة زمان إحنا يا دوب قايمين في الحركة الفنية كده، بورسودان دي كان فيها حوض سباحة جميل جدا. والطيب ده قال لي يا أخي أرحكا نعوم في الحوض بتاع السباحه دي. انا ماشي مع سباح كده يعني، احساسي ماشي مع زول ما سهل. ففي حوض السباحه ده طبعا في الخشب اللي بيدقوها كده. ايوه. وطير الزول بهو يقع في المويه. ايوه.
الطيب ده عموما ما هي الخشبه دي، مقلبني انا. خشبه وين؟ الخشبه بيدق عادي. لا خشبه وين؟ خشبه وين؟ عجاهم عديل تحت بسلم، نزل بسلم. خش الحوض عديل جوا. هاي بسلم ونزل هنا. انا قام قال لي يا اخي اطلع في الخشبه دي، زمان نحن اصحاب يعني كده، بيقول لي اقتل عادل. فقمت دقيت في الخشبه دي. وعملت في الهواء فوق كده؟ انا شفت بورسودان كلها يا فيصل. بورسودان دي كلها شفتها كده. انت مشيت فوق ولا شنو؟ مشيت فوق خالص. معلش. فلما جيت واقع وقعت في كرعين الطيب ده. بعدين بعد ذاك شوف. وقعت برا؟ شوف انه بعد الندى عن الفرق قدر شنو؟ انه انا مثلا زول بتاع الترع والمساحه بتاعتي بتاعت السباحه دي كلها في الترع دي. ايوه. والاشياء زي دي. انا كنت متوقع انه الزول ده حاجه خطيره جدا، زول طلع فوق وعمل الحركه دي. اللي الناس بيعملوا فيها جدعة. بعد ذاك انا التزمت بالحوض ده، ما عندي اي فيه غير انه لحد تيني ده وما غرق شويه. يجي زول يضرب بالضربه دي يشيل اللي كل الحوض يمرق برا. طبعا واحده من الحياه اللي الحوض كله مرق برا. انت عارف الحوض كله مرق لما دوق كده طبق كده، الحوض ده كله نشل الناس، هاج الحوض ومرق الناس. المويه الجوه مرق برا، مويه البحر. بعدين فرتقوا، في ناس فرتقوا بالمناسبه، في ناس حسوا بانه الحاجه دي عمل لهم مشكله، في ناس كانوا قبلنا في الحوض كلهم فرتقوا مرقوا. بعدين انا كنت معتقد انه بيعمل يعني انا كنت متوقع يعني من كلامه انه سباح النوع اللي بيسبح بظهره ذاك كده فراشه يعني. لا لا فراشه مش فراشه مش كده. لا 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 لكن ما في فرصه بتاعتي. فكانت تجارب مقادير. يعني حنعمل فاصله صغيره.